بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالبات جامعة الإسراء في كلية العلوم المالية والإدارية تخصص إدارة الأعمال، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في محاضراتنا اللي هي الخاصة بموضوع الرياضيات التجارية أو مساق الرياضيات التجارية. سنتناول في محاضرتنا اليوم موضوع تسوية الديون طويلة الأجل. موضوع تسوية الديون قد تطرقنا له سابقا عندما كنا بصدد اللي هي الفائدة البسيطة، واليوم سنتحدث عن تسوية الديون طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل، لأننا بصدد اللي هو الفائدة المركبة. طبعاً إحنا بنلاحظ أنه في بعض الأحيان يضطر المدين تعديل اللي هو مواعيد سداد الديون المستحقة عليه. فمثلاً يقوم المدين بتسوية مجموعة من الديون القديمة عليه بمجموعة من الديون اللي هو إيش القديمة، مجموعة من الديون القديمة المستحقة عليه مجموعة جديدة من الديون في مواعيد مختلفة، أو أنه يسويها بدين واحد جديد قيمة الإسمية تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، أو أنه يسويها بدين واحد جديد قيمة الإسمية تختلف عن مجموع اللي هو القيم الإسمية للديون القديمة. إذن هنا يكون المدين عليه مجموعة من الديون المستحقة نظراً لأي ظرف طارئ، ممكن يكون عنده مثلاً سيولة، أو ممكن يكون تعثرت عليه اللي هي عملية اللي هو الدفع، فبيقوم بعملية اسمها عملية التسوية بحيث أنه يغير في اللي هو المواعيد أو يغير في اللي هي القيم الإسمية للديون اللي عليه بطريقة أو ما، بحيث أنه يتم تيسير عملية السداد بالنسبة له. إذن في عنا عدة طرق لتسوية الديون طويلة الأجل. أولاً تسوية مجموعة من الديون القديمة المستحقة بمجموعة جديدة من الديون بمواعيد مختلفة. اثنين تسوية الديون القديمة بدين واحد جديد، يعني بيكون عنده عدة ديون عليه 3 4 2، بدي يسدها بدين واحد جديد القيمة الإسمية لهذا الدين الجديد تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، يعني حيكون كل دي عنده مثلاً 3 ديون بدي يسدها في دين واحد، ولكن إيش اللي بيختلف؟ بيختلف اللي هو موعد سداد هذا الدين. أو تسوية الديون القديمة بدين واحد جديد قيمة الإسمية تختلف عن مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، يعني الدين الجديد حتكون قيمته الإسمية تختلف عن الديون القديمة، وغالباً حتكون طبعاً أكثر لأنه هو بيحاول أنه يسهل على حاله، ولكن إذا كان بيسددها بدين واحد جديد قبل موعد السداد المتفق عليه طبعاً حيكون له إيش خصم معين. تمام؟ سنتناول هذه الموضوعات واحدة تلو الأخرى أو طريقة تلو الأخرى، لكن في جميع الأحوال في عنا اللي هي معادلة يجب أن تتحقق اللي هي شو؟ اللي هو القيمة الحالية للديون القديمة قبل عملية التسوية تساوي القيمة الحالية للديون الجديدة اللي هي يعني بعد عملية التسوية. تمام؟ طيب أول حاجة هنشوف الطريقة الأولى اللي بتتحدث عن تسوية مجموعة الديون القديمة بمجموعة أخرى من الديون الجديدة، يعني في عندي مجموعة ديون قديمة بدنا نسددها بمجموعة ديون جديدة قد تختلف اللي هو القيمة الحالية لكل دين من هذه الديون. تمام؟ بيقول لي هان إذا تمت التسوية هذه الديون على أساس معدل فائدة اللي هي إيش؟ العين، فإن القيمة الحالية لكل دين من هذه الديون تحسب من المعادلة اللي هي شيء اللي احنا تعرفنا عليها في المحاضرة السابقة اللي هي قيمة القيمة الحالية. أخذنا احنا القيمة الحالية بمعلومية الفائدة والقيمة الحالية بمعلومية معدل الخصم المركب، طبعا هذا أخذناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة وأخذنا كيف نطلعها. تمام؟ إذا احنا أصلا قانوننا بيحكي عن شو؟ نرجع للقانون، بيتحدث عن إيش؟ القيمة الحالية للديون القديمة. إذا أنا بدي أروح أجمع القيم الحالية لكل دين من الديون القديمة وأسوي بالقيمة الحالية لكل دين من الديون الجديدة. طيب القيمة الحالية قديش قيمتها وكيف بنجيبها؟ نقول إحنا القيمة الحالية بتساوي قاف سين في حاء أس نون عندما يكون العمل أو تسوية يتم تسوية الديون على أساس معدل فائدة، أو قاف سين في واحد ناقص صاد أس نون اللي هو مين صاد؟ اللي هو معدل الخصم، عندما نتحدث عن إيش؟ عن معدل خصم مركب. تمام؟ إذا هنا الاختلاف وين؟ هنا قيمة حالية وهنا قيمة حالية، لكن لو أعطاني في المسألة معدل فائدة هستخدم قاف سين في حاء أس نون، لو أعطاني معدل خصم مركب هستخدم اللي هي قاف سين في واحد ناقص صاد أس نون. الشيء هذه هي عبارة عن القيمة الحالية، طبعا هحسبها لكل دين من الديون المتفق عليها. تمام؟ طيب الطريقة الثانية بتقول لي تسوية مجموعة الديون القديمة بدين واحد جديد،
إذا الأولى إحنا حكينا مجموعة ديون قديمة مع مجموعة ديون اللي هو جديدة، قد تختلف القيم الإسمية وتختلف اللي هي مواعيد السداد. ها الطريقة الثانية إنه مجموعة ديون قديمة حسدها بدين واحد جديد، وحكينا هنا في حالتين، إما إنه الدين الجديد بيساوي قيمة الإسمية بتساوي مجموع الديون أو القيم الإسمية للديون القديمة، أو إنه قيمة الدين الجديد تختلف عن مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. في الحالة الأولى إذا تم تسوية هذه الديون بدين واحد جديد، قيمة الإسمية تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. إذا هنا في عندي إيش؟ عملية مساواة. هاي هنا عندي القانون إيش بيقول؟ القيمة الحالية للديون القديمة يعني قبل عملية التسوية بتساوي القيمة الإسمية للدين الجديد في حاء أس لام. لام هذه هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن مدة الاستحقاق المتوسط للدين الجديد. إيش مدة الاستحقاق المتوسط اللي هي مين؟ لام. تمام؟ طبعاً لما أحط لام هنا حتطلع عندي طبعاً هنا حاء أس لام، بقدر أجيبها من وين؟ من اللي هو الجداول المالية. تمام؟ أو من خلال اللي هو إيش القانون اللي تعرفنا عليه اللي هو الحاء أس نون. إحنا حكينا عن حاء أس نون هي عبارة عن شو؟ واحد على اللي هي واحد زائد عين الكل أس نون، وقلنا هذه بنقدر نحصل عليها مباشرة من الجداول المالية الموجودة في الملحق الثالث في الكتاب المقرر، أو بنحصل عليها من خلال الآلة الحاسبة. تعويض عادي جدا، العين بتكون موجودة عندي بعوض عنها وبجيب إيش قيمة المقدار من خلال استخدام الحاسب. تمام؟ إذا لام هذه عبارة عن شو هان؟ هانا مش الفترة الزمنية العادية اللي احنا متعودين عليها، هي عبارة عن إيش؟ مدة الاستحقاق المتوسط للدين الجديد. بالنهاية هي عبارة عن إيش؟ عن سنوات أو عن زمن. الحالة الثانية إذا تم تسوية هذه الديون بدين واحد جديد، أوكي، ولكن قيمة الإسمية ما لها أن تختلف عن مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. إذا هنا إيش؟ تختلف عن مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. يقول لي فإن مجموع القيم الحالية للديون القديمة، هي قانونها، مجموع القيم الحالية للديون القديمة في واحد زائد عين الكل أسلام هيساوي القيمة الإسمية للدين الجديد. طيب مين لام هنا؟ هنا عبارة عن مدة الاستحقاق العام للدين الجديد. إذا لما تعرض لمسائل بدي أخذ بالي، لما يكون بيتم سداد مجموعة من الديون بدين واحد في عندي حالتين. الحالة الأولى إذا كانت قيمة القيمة الإسمية للدين الجديد تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، هستخدم هذا القانون اللي هو بيقول لي القيمة الحالية للدين القديمة حيساوي القيمة الإسمية للدين الجديد في حاء أس لام. مين لام؟ مدة الاستحقاق المتوسط للدين الجديد. ولكن في الحالة الثانية لو قال لي اللي هو القيمة الإسمية للدين الجديد تختلف عن مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، فأنا هستخدم مين؟ اللي هو مجموع القيمة الحالية للديون القديمة في واحد زائد عين أس لام، يعني يساوي القيمة الإسمية للدين الجديد. لام هنا هي عبارة عن مدة الاستحقاق العام. حتى مباشرة لو أعطاني في المسألة وشفت حاجة اسمها مدة الاستحقاق العام للدين الجديد، على طول حعرف إني هستخدم مين؟ هذا القانون اللي هي واحد زائد عين الكل أس لام، لأن لام هذه هي عبارة عن مدة الاستحقاق العام. تمام؟ طيب الآن بدنا ننتقل للي هو الطريقة الثالثة اللي هي شو بتحكي؟ الطريقة الثالثة اللي هي إيش؟ الطريقة التقريبية لإيجاد ناتج إيجاد تاريخ الاستحقاق المتوسط. اللي هي بيقول لي الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة التقريبية لإيجاد تاريخ الاستحقاق المتوسط. هذا في عندي طريقة ثالثة، احنا حكينا عن طريقتين، إذا دي مجموعة ديون قديمة مجموعة ديون جديدة، مجموعة ديون قديمة مع دين واحد جديد، وقلنا له إيش حالتين؟ الدين الجديد إذا كانت قيمة الإسمية تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، أو إذا كانت قيمة الإسمية لا تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. تمام؟ الطريقة الثالثة اللي هي بتحكي لي عن اللي هي ايش بنسميها الطريقة التقريبية لإيجاد تاريخ الاستحقاق المتوسط، وهي طريقة تقريبية وتعرضنا لها في الفائدة المركبة عند تسوية الديون، في الفائدة البسيطة
عفوا انفستمنت الديون قصيره الاجل، وحكينا عنها طريقه تقريبيه لا يستخدم فيها معدل الفائده، عشان هيك بتكون نتيجتها ايش؟ تقريبيه وليست دقيقه 100%. متى نستخدمها؟ اذا نص عليها صراحه في المساله. يعني انا هذه الطريقه ما بستخدمها الا اذا طلبها مني بطريقه صحيحه او صريحه. ايش بتقول لي مده الاستحقاق المتوسط التقريبي اللي هو هذا القانون تبعها؟ بيقول لي بيساوي مجموع حاصل ضرب القيمه الاسميه لكل دين من الديون القديمه في مدته. يعني حجيب القيمه الاسميه لكل دين واضربه في ايش؟ في مده الاستحقاق الخاصه فيه على مجموع القيم الاسميه للديون القديمه، حيعطيني مده الاستحقاق المتوسط التقريبي، وهذه الطريقه نستخدمها عندما يطلبها منا في المساله صراحه. طيب نشوف الان اللي هو مجموعه من الامثله بتتعلق بالطرق اللي احنا حكيناها، ومن خلال الامثله حتوضح معانا الامور طبعا بشكل افضل. تمام، المثال الاول شو بحكي لي؟ بيقول لي في 1/1/2000 كانت شركة لإنتاج الملابس الجاهزة مدينة لأحد البنوك التجارية. إذا في 1/1/2000 كانت شركة لإنتاج الملابس الجاهزة مدينة لأحد البنوك التجارية بعدة مبالغ. إيش هي؟ بيقول لي 13,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2005. نوضح نشوف الأرقام. هان بيقول لي 13,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2005، و20,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2010. اخذ بالي كثير من ايش؟ من اللي هو الفترات الزمنيه. اخذ بالي كثير من الفترات الزمنيه. طيب وعندي 42,000 دينار تستحق السداد في 31/12/2015. طيب في 1/1/2002 أرادت هذه الشركة تسوية ديونها بدينين جديدين. إذا متى أرادت عملية التسوية؟ أو قديش تاريخ عملية التسوية اللي هو 1/1/2002؟ طيب بدي سدد اللي هي الديون اللي عليه كم واحد هو كان؟ هي عندي 1 13,000، 2 20,000، 3 42,000. بدي سددهم في دينين اثنين لهما نفس القيمة الإسمية. تمام؟ يستحق الأول من الاثنين هذولا لهما نفس القيمة الإسمية، يعني قيمة الدين الأول تساوي قيمة الدين الثاني الجداد هذول. يستحق الأول السداد في 1/1/2009، والثاني يستحق السداد في 31/12/2016. إذا الدينين هذول لهما نفس القيمة الإسمية ولكن بتاريخين مختلفين. احسب القيمة الإسمية لكل من هذين الدينين إذا علمت أن البنك وافق على التسوية على أساس معدل شو؟ فائدة مركبة 14% قيمتها. إذا هنا بدي أخذ بالي من عدة أشياء. لازم بالأول أقرأ السؤال مرة ومرتين على أساس إني أحدد شو هي الطريقة اللي بدي سدد أو بدي تم فيها عملية التسوية. هي 1/2 بدي أشوف ما هي العلاقة أو القانون الخاص بهذا النوع اللي هو موجود في المسألة من أنواع التسوية. الحاجة الثالثة إنه هل هو بيشتغل هنا على أساس معدل فائدة مركبة أو معدل خصم مركب، لأنه القيمة الحالية حتختلف. إذا كان معدل فائدة حيكون القيمة الحالية شو حتكون؟ قاف سين في حاء وسنون، هذا لو كان معدل فائدة. لو معدل خصم حكيناه قبل شوي اللي هو قاف سين في 1 ناقص معدل الخصم صاد الكل أس نون. تمام؟ طيب نيجي نشوف عملية أو نشوف طريقة الحل. هاي السؤال اللي احنا تحدثنا عنه الآن، قرأناه وفهمناه، نشوف كيف بدها تتم عملية
اللي هو الحل. أولا هفرض إن القيمة الاسمية للدين الأول بتساوي س، والقيمة الاسمية للدين الثاني ماذا تساوي؟ برضه س. لماذا؟ لأنه حكى لي إنه الدينين مالهم متساويين، حكى لي إنه الدينين مالهم متساويين، يعني لهما نفس اللي هو مين؟ القيمة الاسمية. تمام؟ طيب إذا القيمة الاسمية للدين الأول س، والقيمة الاسمية للدين الثاني برضه إيش؟ س. طيب عملية التسوية قال إنه بدها تتم في إيش؟ في تاريخ 1/1/2002. تمام؟ إذا عملية التسوية في 1/1/2002 كثير مهم إني أكون إيش؟ ماخذ بالي من هذا التاريخ، لأني أحسب الفترة الزمنية بناءً على تاريخ اللي هو إيش؟ التسوية. طيب القانون مباشرة، لأنه إحنا هنا عرفنا إيش الحالة، هي مجموعة ديون قديمة مع مجموعة ديون جديدة. القيمة الحالية للديون القديمة، إذا هجيب القيمة الحالية لكل دين قديم هتساوي إيش؟ القيمة الحالية للديون الجديدة اللي هي بعد التسوية. طيب الديون القديمة اللي هي إيش؟ اللي هي قبل التسوية، أول دين قديش كان عندي؟ 13,000 دينار. إيش الفترة الزمنية تبعته؟ نرجع لإله. تمام؟ نرجع لتاني اللي هو المسألة، عفوا ما فيها مشكلة، إذا نرجع للقيم الحالية للديون القديمة اللي هو الدين الأول قيمته 13,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2005. طيب لقيت أنا بدي أحسب شو؟ بدي أحسب اللي هي الفترة الزمنية، لأنه القيمة الحالية عندي شو بتحكي؟ اللي هي القيمة الإسمية في حاء أس نون. طيب النون عندي هان كام؟ 2005. طيب تاريخ التسوية كام عندي؟ كان في 1/1/2002. من 2002 إلى في 2005 هيها قديش حيكون الفترة الزمنية؟ 3 سنوات. لماذا؟ إنه هنا عندي 1/1 وهنا عندي 1/1، إذا في اتفاق في اليوم والشهر وهنا في اتفاق في اليوم والشهر، إذا ما علي الألفين من 2005 ل 2002 حيكون عندي 3 سنوات. إذا القيمة الحالية أو القيمة الحالية لا الدين الأولاني اللي هو قيمته الإسمية 13,000 في حاء أس نون اللي هي كام؟ اللي هي حاء أس 3. تمام؟ هيها أمامنا. نشوف اللي هو القيمة الحالية للدين الثاني اللي هو قيمته قديش؟ 20,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2010. إذا أنا بدي أقارن ما بين 1/1/2010 و1/1/2002، إذا بلاقي إنه إيش؟ في اتفاق في اليوم والشهر، قديش الفرق السنوات من 2010 إلى 2002؟ 8 سنوات. إذا حيكون عندي إيش؟ 20,000 في حاء أس 8، هيها أمامنا. الدين الثالث القديم طبعاً حتى الآن اللي هو بيقول 42,000 دينار تستحق في 2015، بس شو 31/12/2015 ل 1/1/2002. كيف بدي أحسب الفترة الزمنية هان؟ عندي هان 31/12/2015. طيب لعند 1/1/2015 حيكون عندي كم سنة؟ من 2002 ل 2015 حيكون عندي قديش؟ 13 سنة. ولكن في عندي كمان سنة زيادة، وينها؟ اللي هي 31/12، يعني من 1/1/2015 ل 31/12/2015 ده في سنة كاملة. إذا صارت النون عندي هان كام؟ 14. في حد حيحكي لي المفروض إنه يكتب لي 1/1/2016 عشان أقول إنها إيش؟ 14 سنة، أوكي. هذا الفرق حيكون يوم واحد، اليوم لما بدي أحوله لسنوات 1/360 حيكون إيش؟ قيمة يعني لا تقرب حتى ولا تؤثر على البيانات. تمام؟ طيب إذا هان أنا خلصت مجموع القيم الحالية للديون القديمة اللي هي الثلاث ديون، حساويها إيش؟ بالقيمة الحالية للديون الجديدة. هو قال لي أكم دين جديد؟ دينين، والدينين هذول لهما نفس القيمة الإسمية اللي هي مجهولة عندي وسميناها سين. إذا حتكون سين للأول وسين للثاني، ولكن هناك اختلاف في ماذا؟ في التاريخ. تمام؟ طيب القيمة الإسمية للدين الأولاني اللي هو بدي يسدده في كام؟ في 1/1/2009. إذا برضو حقارن بتاريخ مين؟ التسوية، مهم كتير اللي هو إيش؟ تاريخ التسوية. ها
طيب من 1/1/2002 ل 1/1/2009 كم سنة عندي هان؟ عندي 7 سنوات. طيب الثاني إذا هيها 7 سنوات اللي هي مين؟ طبعا هذه الديون القديمة خلصنا منها، هتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة الأولاني هي قيمته س في حاجة مش فترة زمنية تبعته 7، زائد الدين الثاني قيمته إيش؟ س، القيمة الحالية تبعته 15. وين إجت ال 15؟ نيجي نشوفها. هل عندي من 2002 ل 2016 كم سنة؟ 4 سنوات، 14 سنة، تمام؟ طيب هنا 1/1/2002 لكن هنا 31/12/2016. طيب من 1/1/2002 ل 1/1/2016 حيكون عندي 14 سنة. طيب في عندي مين؟ 31/12 يعني هي 12 شهر كاملين، إذا في سنة زيادة اللي هي كم صار عندي؟ عندي 15 سنة آخذ بالي من التاريخ. إذا هيك أنا عوضت تعويض مباشر في القانون أو المعادلة اللي إحنا عارفينها. طيب كيف بدي أجيب قيم هدول؟ عندي بدي أروح أجيب قيمة كل واحد من الديون هاي، يعني عندي 13,000 في حاؤس 3، الحاؤس 3 هذه بقدر أجيبها من الجدول المالي، طبعاً بتكون قيمة جاهزة، أو بقدر أجيبها باستخدام الآلة الحاسبة زي ما عرفنا إيش اللي هي باستخدام الآلة الحاسبة اللي هي حاؤس ن بتساوي 1/1 + 2 الكل أس ن، اللي هي أنا عندي قديش؟ 3، وهنا 1/1 + 2 الكل أس 8، وهنا 1/1 + 2 الكل أس 14. ولكن إذا كانت متوفرة معايا الزاوية المالية ممكن أنا أستخرجها مباشرة، لأنه النون عندي معروفة ومعدل الفائدة هو أعطاني إياه قديش؟ 14%. إذا حروح على أفتح على اللي هو الجدول المالي على الصفحة اللي فيها مين؟ أو الجدول اللي فيه اللي هو الفائدة في 14%، وأشوف الزمن اللي هو عندي، حدور عند نون الثلاثة ونون الثمانية ونون بأربعة عشر. إذا حلاقي قيمها جاهزة، الأولاني 13,000 في حاؤس 3 اللي جبتها من الجدول، زائد 20,000 في حاؤس 8 من الجدول، زائد 42,000 في ايش؟ في حاؤس 14 برضه من الجدول، كلهم في نفس اللي هي الصفحة أو الجدول، لأنه تحت معدل فائدة مركبة 14%. طيب حيساوي س في حاؤس 7 زائد س في حاؤس 15. حاؤس 7 طبعا بقدر أجيبها من الجدول، وحاؤس 15 بقدر أجيبها من الجدول. إذا حيكون الأولاني س هي زي ما هي مجهولة، في حاؤس 2 أس 7 زائد س في حاؤس 15. بهيك أنا أوجدت أو عوضت عن كل الأشياء المعروفة عندي، ما علي إلا عملية حسابية بسيطة جدا، حضرب كل قيمة في اللي بتجاورها بينهم إشارة ضرب، تمام، وبعدين إيش؟ أجمع له. حطيت العملية هذه كلها مباشرة على الآلة الحاسبة، حتطلع عندي على الآلة الحاسبة حتطلع عندي قيمة واحدة هيها، حتساوي عندي هان سين في اللي هي القيمة في حاؤس 7، وهنا عندي السين في حاؤس 15. حضرب هذه يعني سين في اللي هي 39% حتكون 39% سين، سين في 14% حتكون 114 سين. حجمع القيمتين هذول مع بعض لنفس المتغير، حيصير عندي صفي عندي اللي هو 0.539 إلى آخره سين. طب أنا بدي مين؟ سين لحالها زي ما احنا عارفين وتعلمنا كثير بهذا الموضوع، إني حقسم على معاملها. إذا حقسم الطرفين على هذا الكلام أو على القيمة هاي، هيطلع عندي سين بتساوي اللي هو المقدار اللي أمامنا اللي هي إيش؟ هاي نقرأها هي اللي هي كام؟ 41,000 دينار 675.42%. إذا القيمة الإسمية لكل من الدينين اللي كل واحد قيمته قديش؟ اللي هو 41,675.42 اللي هو دينار، تمام؟ إذا السؤال سهل جدا، صح يمكن حله طويل شوية ولكن سهل جدا. أهم حاجة أعرف أنا شو القانون اللي هشتغل عليه. الحاجة الثانية اللي هو النون هذه أحددها بطريقة صحيحة بناء على تاريخ التسوية، تمام؟ طيب ننتقل إلى اللي هو مثال 2. طبعا هنا بس عشان ما تضلش الخطوط كلها على الشريحة. مثال 2 بيقول لي في 1/1/2001 كانت شركة لإنتاج العقاقير الطبية مدينة لأحد البنوك التجارية بالمبالغ التالية، تمام؟ إذا في 1/1/2001 كانت شركة لإنتاج العقاقير الطبية مدينة لأحد البنوك التجارية بالمبالغ التالية. إيش هي المبالغ؟
عندي 85,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2006، عندي 150,000 دينار تستحق السداد في 1/3/12/2010، وعندي 250,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2016. إذا كم مبلغ عندي هان؟ عندي 1، 2 اللي هو 3. في 1/1/2001 اتفقت الشركة مع البنك على سداد هذه الديون بدين واحد جديد. إذا هان متى؟ اللي هو في 1/1/2001. إذا هذا تاريخ التسوية، تمام؟ اتفقت بدها تسدد ايش؟ الدين واحد جديد. اذا في عندي 3 ديون قديمه بدي اسدها بدين واحد جديد. القيمه الاسميه للدين الجديد كام؟ 350,000 دينار. ايش طلب مني؟ احسب تاريخ الاستحقاق العام. اذا علمت ان البنك وافق على التسويه على اساس معدل فائده مركبه 12%، طبعا ده قال لي فائده مركبه او او خصم مركب، ايش حتفرق معايا؟ بس اللي هو ايش في الحاء، هنا اما حاء اسنون او ايش هي واحد، او اني حضر بقيمه الاسميه في واحد ناقص صاد الكل اسنون، تمام. طيب اركز شويه في المساله، طبعا واضح جدا انه مجموعه ديون قديمه بدين واحد جديد. طيب هل الدين الجديد هذا قيمته الاسميه تساوي القيمه الاسميه لمجموعه الديون القديمه؟ والله تختلف. لو جينا جمعناهم، انا عندي القيم الاسميه هنا كام؟ اللي هي 85,000 و150,000 و250,000 دينار. هل هدول بيساوي 350,000 دينار؟ طبعا لا، لو جمعتهم وسويتهم هذا حلاقيهم ايش؟ مختلفين. اذا حستخدم القانون اللي بسدد فيه مجموعه ديون قديمه بدين واحد جديد قيمته الاسميه لا تساوي اللي هو مجموع القيم الاسميه للديون القديمه. وكمان في اشاره ثانيه القانون بيقول لي هنا احسب تاريخ الاستحقاق العام. اذا وين القانون اللي فيه اللي هو تاريخ الاستحقاق العام؟ اللي هو واضح جدا اللي امامي هذا، لان اللام هي عباره عن تاريخ الاستحقاق العام. اذا القانون حستخدم مباشره القيمه الاسميه للدين الجديد هيها حتساوي مجموع القيم الحاليه للديون القديمه في 1 + عين الكل اسلام. قبل شوي لما كتبناها في القانون كانت هذه على اليمين وهذه على اليسار، هي انها ايش؟ معادله. طيب اجي اعوض تعويض مباشر، القيمه الاسميه للدين الجديد اعطاني اياها اللي هي 350,000 دينار، حتساوي شو؟ مجموع القيم الحالية للديون القديمة في 1 + عين لام. إذا أنا بدي أوجد القيم الحالية. القيمة الحالية إحنا عارفين هي بتساوي مين؟ اللي هي القيمة الإسمية في إيش؟ في حاء أس نون. ليش حاء؟ عشان عندي فائدة مركبة. لو خصم بس حغير وين؟ حتكون هذه 1 ناقص صاد الكل أس نون. تمام؟ طيب هشوف أول قيمة حالية اللي عندي 85,000 حاء أس نون هان قديش؟ إذا نون بدي أقارنها أنا بشو؟ بتاريخ اللي هو مين؟ التسوية. قديش تاريخ التسوية عندي هان؟ هان عندي 1/1/2001، هي موجودة وجاهزة، تمام؟ طيب التاريخ الاستحقاق للدين الأولاني قديش هو؟ هي 85,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2006. إذا من 1/1/2006 ل 1/1/2001 قديش نون؟ 5، تمام؟ زائد اللي هو الدين الثاني بدي اجيب القيمه الحاليه تبعته، لانه هو دائما قال لي تستحق السداد في كذا، اذا هذه قيمه اسميه لانها قيمه مستقبليه. بدي اجيب القيمه الحاليه حضربها في حاء اس نون لان عندي فائده مركبه. طيب ايش القيمه الثانيه؟ 150,000 دينار حاء اس نون. طيب النون قديش؟ هذه تستحق سدادها في كام؟ في 2010، وانا تاريخ التسويه عندي 2001، اجي هان هاي 2001، تمام؟ طيب من 1/1/2001 ل 1/1/2010 كم سنة؟ 9 سنوات. طب هنا مش 1/1، هنا 31/12. لما أشوف واحد دائما أشوف 1/1 و 31/12 على طول هذه أحسبها سنة. إذا هاي في عندي كمان سنة زيادة، إذا هنا صار عندي 9 سنوات وكمان السنة هاي، لأنه أنا في آخر ال 2010 أخذتها كلها. إذا حيكون عندي كام؟ 10 سنوات. المبلغ الأخير قيمته الحالية اللي هي بتساوي قاف سين اللي هي قديش؟ 250,000 دينار هيو أمامي. سداده يستحق في قديش؟ في 2016. من 1/1/2016 ل 1/1/2001 طبعا واضحة جدا كم سنة؟ 15 سنة. طيب ما خلصتش أنا، إذا هذه مجموع القيم الحالية للديون القديمة في 1 + عين الكل إسلام. 1 زي ما هي، العين اللي هي مين؟ معدل الفائدة المركبة 12%، اللام تاريخ الاستحقاق العام اللي هو المجهول اللي أنا بدي أجيبه. إذا
الآن ما علي إلا أروح أجيب اللي هو قيم المقادير هذه، بيطلع الحاء وسنون لكل إيش قيمة حالية من هدول، مظبوط؟ طيب هذه بقدر أطلعها من وين؟ من الجدول زي ما حكينا، أو باستخدام الآلة الحاسبة. طبعاً الآن إحنا حنطلعها من الجدول جاهزة عنا، يا ريت كل واحد يحسبها أو يطلعها باستخدام الآلة الحاسبة على أساس إنه تمتلكوا مهارة حسابها مباشرة على الآلة الحاسبة، لأنه أنا ما بضمن الامتحان هل بدي يجيني جدول مالي أو بدي أستخدم الآلة الحاسبة، على أساس أني أكون متمكن من الطريقتين. طيب نيجي نكشف في الجداول المالية، حنلاقي إنه ها هلاقي انه عندي هاي ال 350,000 اللي هو القيمه الاسميه للدين الجديد، هيو هتساوي القيمه هي 85,000 في ايش؟ في حاء اللي هي وينها؟ هايها حاء اس 5، تمام؟ هاي قيمه حاء اس 5 من جبناها من الجدول، زائد الثاني اللي هو 150,000 في ايش؟ حاء من حاء اس 10 برضه من الجدول المالي، زائد 250,000 اللي هي هايها في قيمتها اللي هي حا أس اللي هي قديش حا أس قديش 15، تمام؟ برضو جبناها جاهزة، تمام؟ في 1 زائد 12% اللي هي 1.12% اللام. أجمع بس عملية تجميع بسيطة، هاي 350,000 حتساوي المقدار الأول هيو زائد الثاني زائد الثالث، حطيته مباشرة للحاسبة حيطلع عندي الناتج، حيساوي هذا المبلغ اللي هو 142,201.34% اللي هو دينار. في اللي هي هذه ليش بدي اجمعها فيها؟ لانه في عندي هنا مجهول، هذه القيمه مش انها قيمه مطلقه، تمام؟ طيب انا بدي لام، اذا المقدار اللي بيحتوي على لام بدي اخليه في طرف وباقي الاعداد في طرف اخر، تمام؟ اذا كيف بدي اخلي هذا لحالها؟ اذا حال بدل مضروبه فيها، اذا حقسم الطرفين عليها، إذا حيكون 1.12% كل أسلام حيساوي كام؟ حقسم هذا على معامل لام حيطلع عندي هذا المقدار. طيب كيف أنا بدي أجيب اللام؟ تعرفنا عليها سابقا، لما يكون عندي أس زي هيك بروح بإيش؟ باخذ اللوغاريتم للطرفين، يعني لما يكون الأس عندي مجهول باخذ اللوغاريتم للطرفين اللي هو أسهل طريقة، اللي هي مين؟ بجيب هذا، لما ناخذ هنا اللوب أو اللين، يعني اللوغاريتم للقيمة الأولى واللوغاريتم للثانية، من خصائص اللوغاريتم الأس اللي هام بيطلع وين؟ برا. إذا حيصير عندي اللام في اللوغاريتم اللي هو 1.12% حتساوي اللين أو اللوغاريتم لمين؟ للمقدار هذا 2.4612 إلى آخره. طيب أنا بدي مين؟ بدي اللام. إذا حقسم هذا المقدار على مين؟ على معاملها. وطبعا اللين هذه قيمة ما بقدر اجيبها مباشرة من الآلة الحاسبة، اذا اللام حتساوي لوغاريتم اللي هو العدد هذا على لوغاريتم 1.12% على طول بالآلة الحاسبة، بحط اللي هو ايش؟ اللين اللي في الآلة والقيمة وبقسمها على بعض، حيطلع عندي الناتج هذا. الناتج طلع عندي كام؟ 7.948. طيب هذا اللي هي فترة، هو طلب مني فترة ولا طلب مني تاريخ؟ هو طلب مني تاريخ الاستحقاق العام، التاريخ بده يكون يوم شهر سنة محدد، هذه فترة زمنية، أوكي، يعني حتكون عملية السداد أو تسوية هذا الدين هذا في إيش؟ أو دينا في بعد 7 سنوات وإيش؟ و 948 من 1000 يعني جزء من السنة. طيب كيف بدي أجيب تاريخ الاستحقاق؟ أنا عندي تاريخ التسوية كام؟ هاي نتذكره في 2001، مظبوط؟ نمحي هذا. عندي تاريخ التسوية في 1/1/2001، طيب، وأنا عندي هنا طلع تاريخ الاستحقاق كم سنة؟ 7 سنوات وكسور. طيب من 2001 لسبعة حيصير عندي إيش؟ 2008، لأنه في عندي 7 سنوات صافي، مظبوط؟ طيب ضل عندي احدد اليوم والشهر. طيب هلقيت الحين هذه 7 سنوات صافي، وعندي الكسر اللي هي 948 من 1000، هذا ايش؟ من السنه. طب بدي احولها لايام على اساس انه بدي اجيب اليوم والشهر، كيف بدي احول هذا الجزء لايام؟ حضروا 360، لان السنه 360 يوم في السنه التجاريه، فانا ما حدد ليش نوع السنه في المساله، ف
صحيحة. ولا تجارية هتستخدم مين؟ التجارية اللي هي 360 يوم، يعني حضر بهذا المقدار، في 360 أعطاني 341.28% اللي هي إيش؟ هذه أيام. طيب طالما إنها هذه اليوم، أنا عندي الشهر كم يوم؟ 30 يوم. طالما إنه أكثر من 30 يوم، إذا بدي أروح أنا أحول الأيام هذه لشهور عشان أحدد بالضبط كم شهر. كيف أحول الأيام لشهور؟ بدي أضرب إيش؟ أول حاجة بدي أقسم 341 على مين؟ على 30، لأن الشهر 30 يوم، هيطلع عندي تقريبا إيش؟ 11. وكل المقدار ممكن أحوله إيش؟ أقسمه على 30، هيطلع عندي 11، وهيطلع فيه إيش؟ الكسر، اللي هو كسر، الكسر هذا جزء من الشهر، كيف بدي أحوله لأيام؟ حضربه في إيش؟ في 12. إذا هيطلع عندي تقريبا 12 يوم. طب كيف بدي أحطهم بالتاريخ؟ هلقيتها عندي أنا هنا 11 شهر، أصلاً تاريخ التسوية 1/1/2001، تمام؟ هنا السبع سنوات، حطيت على السبع سنوات اللي هي على 2001، سبع سنوات صارت 2008. طب هنا عندي إيش؟ شهر 1، بدي أزيد عليه كمان إيش؟ 11 شهر، إذا من 1 ل 11 شهر صار عندي إيش؟ 12 شهر. الأيام هنا عندي يوم، طب طلع عندي هنا تقريبا كم يوم؟ 12، 1+12 اللي هو 13. إذا تاريخ الاستحقاق حيكون 13/12/2008. لو حد غلط بالأيام يعني بيوم أو إشي زي هيك ما مشكلة، المهم إنه عندي هاي السنوات والشهور كمان تكون صحيحة، تمام؟ إذا هاي بعد ما طلعت اللي هو المدة الزمنية اللام، لازم أطلع التاريخ، قديش عندي سنوات، قديش عندي شهور، قديش عندي أيام. السنوات حضيفها اللي هو سنة الاستحقاق التسوية، والشهور والأيام كيف أجيبها؟ الأجزاء من السنة بدي أحولها لأيام، بضربها في إيش؟ 360، طلع عندي هاي الأيام. طب الأيام كيف بدي أحولها لشهور؟ بقسم على 30، بطلع عندي عدد الأشهر. الكسر اللي بضل كيف بدي أحوله لأيام؟ بضرب في إيش؟ في 12، هيطلع لي في 12، سوري الكسر اللي ضل من الشهور حضره تحوله لأيام، حضره فيه 30 تاني. إذا أول شيء بقسم على 30 الأيام للشهور، حطلعها أقسمها على 30، حيطلع عندي جزء من الشهر، كيف بدي أحوله لأيام؟ حضره فيه اللي هو 30، حيطلع عندي 12 يوم تقريبا. اعملوها على الآلة الحاسبة حتطلع معاكم بكل سهولة، تمام؟ إذا بهيك طلعنا اللي هو تاريخ الاستحقاق. نشوف مثال آخر بحكي لي، في 1/1/1995 قرر أحد رجال الأعمال بناء برج للتمليك، حيث قدرت تكلفة البناء بمبلغ اللي هو كان 1,000,000 دينار، تكلفة البناء كله. اتفق مع مقاول البناء على سداد قيمة التكلفة كما يلي، يسدد قيمة التكلفة، تمام؟ كيف يسددها؟ عنده بيسد 40% من ثمن البرج فوراً، تمام؟ طبعا هذه قيمة حالية، وبدي سدد 30% من ثمن البرج في 1/1/2000، و20% من ثمن البرج في 1/1/2004، سداد باقي الثمن في قديش؟ في 1/1/2009. إذا هذا الاتفاق الأول يعني، تمام؟ إنه هنا بدي يعني في عنده أو هو قام ببناء برج تكلفته 1,000,000 دينار، اتفق مع المقاول إنه يسدد التكلفة هاي على عدة اللي هي أجزاء. أول شيء يسددوا 40% فورا، وبعدين 30% في 1/1/2000، و20% في 1/1/2004، والباقي في 1/1/2009. طب شو بلاحظ؟ هذه المقادير أو هذه المبالغ اللي بيسدد فيها عبارة عن شو؟ عبارة عن مبالغ أصلية، هذه تعتبر قيم حالية، لأنه هو بدي يسدد القيمة بس إيش؟ بتاريخ معين، ما جابش سيرة الفائدة نهائيا. إذا هذه إيه؟ عبارة عن قيم أصلية، أو إيش يعني قيم حالية؟ إذا بنتذكر اللي هو الجيم بتساوي ألف واحد زائد عين أسنون، أو بيقول عنها إيش؟ اللي هي قاف سين بتساوي حاء في واحد زائد عين أسنون. إذا هذه عبارة عن شو؟ عن قيمة حالية وليست اسمية، تمام؟ طيب هلقيتها المقاول وافق، فوافق مقاول البناء على أساس معدل فائدة مركبة. إذا بده وافق على إيش؟ سداد
اللي هي هذه التكلفة في التواريخ اللي احنا حكيناها، ولكن باستخدام فائدة مركبة 10%. تمام؟ لكن في 1/1/96 قرر رجل الأعمال لظروف طارئة تسوية هذه الديون. بده هو كان الاتفاق أو هذا بدأ في 95، في 1/1/1996 قرر صار عندي ظروف معينة بدي عمل طلب اللي هو تسوية هذه الديون. كيف بدي أسوي يقوم بتسويتها؟ سداد مبلغ 200,000 دينار فورا، ويحرر بالباقي كمبيالتين، القيمة الاسمية للثانية اللي هي 3 أضعاف القيمة الاسمية للأولى. إذا في 1/1/1996 قرر إنه يقوم بتسوية هذه الديون اللي حكينا عنها. تمام؟ كيف بدي أسويها؟ بدي أدفع 200,000 دينار فورا، والباقي بدي أحرر الكميالتين تنتين، واحدة واحد واثنين. بقول لي الثانية 3 أضعاف الأولى، يعني لو الأولى كانت قيمتها سين، الثانية حتكون 3 سين، هاي معنى 3 أضعاف. طيب، ولكن بتاريخين مختلفين، تستحق الأولى في 1/1/2008 والثانية في 1/1/2011. إيش اللي طالبه مني؟ طلب القيمة الإسمية لكل من الدينين الجديدين إذا علمت أن معدل الفائدة المركبة المستخدم في التسوية 12%. إذا بده القيمة الإسمية للدينين الجداد، وأعطاني معدل فائدة مركبة للتسوية. أخذ بالي هان في هان معدل فائدة وهنا في عندي معدل فائدة، ولكن معدل الفائدة المركبة الأولانية هاي 10% هي اللي استخدمها في إيش؟ الفائدة لما كان بدي يسدد اللي هي الديون بطريقة عادية، مش تسوية، تسديد عادي، بحيث إنه القيم اللي أعطاني إياها هي عبارة عن قيم حالية أو مبالغ أصلية. لكن الفائدة المركبة 12% هي اللي استخدمها في عملية التسوية. إذا هذه إيش؟ هستخدمها بس في إيش؟ عملية التسوية. طيب نيجي نشوف حل السؤال. طبعاً أول حاجة أخذ بالي منها إنه هو أعطانيش القيم اللي هي المبالغ صراحة، أعطاني نسبها. طيب المبلغ الكلي أو التوتال 1,000,000 دينار، طالما المبلغ الكلي موجود بقدر أطلع 40% من 1,000,000 دينار كام؟ يعني 40 على 100 في المليون. 30% من 1,000,000 دينار 30 على 100 في المليون. 20% 20% في المليون، هذا طبعا سهلة. تمام؟ يعني هو أعطاني نسب ماشي، لكن هو برضه مديني المبلغ كله. طيب بيقول لي سداد الباقي من ثمن البرج، هو أعطاني نسبة اللي هو المبلغ اللي بيدفعه فورا، ونسبة اللي هو المبلغ الأولاني بدي سدده في تاريخ مختلف، والثاني. تمام؟ الثالث قال لي الباقي من ثمن البرج، قديش الباقي؟ ليش نسبته؟ هو بدي سدد فورا 40، وبعدين اللي هو الدين الأول أنا قديش بدي سدد؟ 30%، لأن 40% مع 30% 70%، وبعدين المبلغ الأخير 20%. طب 70% زائد 20% 90%. إذا قديش ضل؟ ضل 10%. إذا المبلغ الباقي هان يعني 10%. واضحة؟ نشوف كيف يتم عملية الحل. طبعا الجزء المسدد نقدا من ثمن البرج اللي هو قال لي قديش؟ 40% فورا. طيب ال 40% يعني 40 على 100 في مين؟ في 1,000,000 دينار. قديش قيمتها؟ هاي طلعت 400,000 دينار. على طول على الآلة الحاسبة ممكن أكتبها هيك، بوينت اللي هي 40% ضرب اللي هو المليون، هتطلع عندي هيك لو بديش أكتبها كسر أسهل. طيب القيمة الحين هذا اللي سدده نقدا. الآن أنا حكيت إنه هذه المبالغ ليست قيم اسمية، هذه عبارة عن إيش؟ القيم الحالية أو المبالغ الأصلية. إذا بدي أروح أجيب القيمة الاسمية لكل واحد فيهم، ليش؟ لأنه القيمة الاسمية هستخدمها عشان أجيب القيمة الحالية في عملية تسوية الديون، لأن عملية تسوية الديون بقول القيمة الحالية للديون القديمة بتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة. طيب القيمة الحالية هي عبارة عن إيش؟ قاف سين في حاء سنون. طيب إذا أنا لازم أحصل على القيم الإسمية. كيف بدي أجيب القيم الإسمية؟ هايها إحنا عارفين اللي هي قاف، قانون القيمة الإسمية اللي أخذناه بالأول، قاف سين إيش بتساوي؟ قاف حاء في إيش؟ 1 + ع الكل أس إيش؟ نون. هذا لما يكون معطيني فائدة، لو أعطاني خصم حتكون إيش؟ مش 1 على ع أس نون، حيكون إيش عندي أنا؟ في 1 - ص مضبوط أس نون. طيب أجي هان
هاي القيمة الاسمية للدين الأول اللي هو قديش، قديش قيمته أصلا الدين الأول؟ هو ما أعطانيش إياه صراحة، أعطاني قال لي إنه إيش هو 30%. طب سهلة، 30% في مليون دينار يعني القيمة الحالية لإله أو المبلغ الأصلي، في واحد زائد عين أس نون. طيب النون هان قديش؟ من وين جبت النون هاي؟ أجيها أشوف، هان 5 سنوات، من وين إجت هان النون؟ هان عندي واحد واحد، هيو 33% من ثمن البرج في 1/1/2000، مظبوط؟ طيب وعندي هان بداية اللي هو عملية العمل أو هي عملية اللي هو اتفاق على السداد المبالغ، كانت في قديش؟ في 95. إذا هان بروحش على تاريخ التسوية، أنا الآن بشتغل قبل عملية التسوية، أجيب القيم الإسمية قبل عملية التسوية. كان من 95 ل 2000 كم سنة؟ 5 سنوات، تمام؟ طيب المبلغ الثاني ال 20% في قديش؟ في 2004. إذا من 95 ل 2004 حيكون عندي 9 سنوات، مظبوط؟ إذا المبلغ الثاني 20 على 100 في مليون، فواحد زائد عين أس نون اللي هي قديش؟ 9 سنوات، وهي قيمته. المبلغ الثالث قلنا قديش ضل؟ هو قال المبلغ المتبقي، قديش المتبقي؟ اللي هو 10% من مين؟ من المليون دينار في 1/ع أس نون اللي هي نون هنا عندي 14 سنة. من وين جبناها 14 سنة؟ هاي السداد الباقي من ثمن البرج في 1/1/2009. طيب من 95 ل 2009 14 سنة، هاي قيمته. طيب إذا أنا هيك حصلت على القيمة الإسمية لكل دين من الديون، هذا كله قبل عملية التسوية. ليش أنا جبت القيمة الإسمية؟ لأن هي اللي حستخدمها هان لما أقوم بعملية التسوية، لأنه أنا بدي القيمة الحالية، والقيمة الحالية هي عبارة عن قاف سين في حاء أس نون. إذا لازم أنا أجيب قاف سين، لأن المبالغ اللي أعطاني إياها ليست كانت قيمة إسمية، كانت قيمة حالية، تمام؟ طيب الآن طبعا فرضنا أن القيمة الإسمية للدين الأول سين، هذا بعد التسوية، والدين الثاني 3 سين، لأنه إيش أنا قال لي؟ ها حرر اللي هو حرر الباقي بكم بيلتين؟ القيمة الإسمية للثانية 3 أضعاف القيمة الإسمية للأولى، يعني لو كانت الأولى سين الثانية حتكون 3 سين. طيب الأولى في 1/1/2008 والثانية في 1/1/2011، تمام؟ وقتيش تاريخ التسوية؟ اللي هو 1/1/96. إذا هنا إجراء التسوية في 1/1/96. طيب هنا واضح جدا انه مجموعه قيم ديون قديمه صارت ايش بدي اسويها بمجموعه ديون اللي هو جديده. اذا القيمه الحاليه للديون القديمه حتساوي القيمه الحاليه للديون الجديده اللي هو القانون العام لعمليه التسويه. اذا على طول مباشره، طيب القيمه الحاليه للديون القديمه انا طلعتها، هي القيمه الحاليه للديون الدين الاول هيو اللي هو 483,153 في حاء أس نون. النون هذه إذا حقارن الآن هيها تاريخ اللي هو مين؟ الدين الأولين. طبعا في عندي هنا 200,000 دينار فورا لازم أحطها، طبعا لما أحط الديون الجديدة أحطها. طيب الآن بدي أقارن تاريخ اللي هو مين؟ الدين الأول اللي هو في مين؟ في اللي هو تاريخ مين؟ إيش التسوية 96. طيب قديش بطلع هنا عندي 4 سنوات؟ قارن مين بمين؟ أشوف قارن مين بمين؟ هاي الأولاني، هنا عندي أنا 96، إذا قارن مين بمين؟ قارن اللي هو المبلغ الأول قديش اللي هي القيمة تبعته أنا عندي قديش؟ 2000 لعند إيش؟ 96، تمام؟ طيب بعدين عندي اللي هو القيمة الإسمية للدين الثاني اللي هي قديش قيمته؟ هيها طلعناها في حاء أس نون، حقارن اللي هو تاريخه بتاريخ مين؟ اللي هو التسوية، حتكون عندي 8 سنوات. والثالث حقارن تاريخه اللي هو بالتسوية، حيطلع عندي كام؟ 13 سنة. 13 سنة. طيب القيمة الحالية للديون الجديدة، الديون الجديدة طبعا في عندي 200,000 دينار حررها ايش او دفعها فوري، اذا حطيتها زي ما هي. الباقي في كمبيالتين، الاولى سين والثانيه قلنا عنها ايش؟ 3 سين القيمه الاسميه تبعتها. كم تاريخها؟ اذا حقارن تاريخها بتاريخ التسويه. هنا عندي هاي القيمه الاولى، هاي تستحق الاولى في 2000
وثمانية، بدي أحسب من 2008 ل 96 حيكون 4 و8 12 سنة، والثانية في 2011 96 ل 2011 حيكون 4 و11 15 سنة. هاي النون. طيب كيف بجيب الحاء هذه؟ قد اتفقنا انه وين في الجداول الماليه، ولكن حروح على معدل الفائده اللي هو كام؟ 12% اللي هي الخاصه بالتسويه هاي، وليست ال 10% هذيك استخدمناها، كانت كل الموضوع هذا قبل عمليه التسويه. بعد عمليه التسويه اللي هو ايش؟ 12% هذه اللي حروح افتحها في الجداول الماليه واطلعها قيمها عند النون ب 4 وال 8 وال 13 وال 12 و15. هتطلع قيمها جاهزة، مش معايا الجداول، بطلعها على الحاسة، يا ريت تطلعوها على الحاسة كمان تجربوا السؤال كمان مرة. إذا حضروا كل قيمة في الحاء وسنون تبعتها، هيساوي عندي هان 200,000 زي ما هي، زائد هي عندي السين في حاء أس 12، هي حضروا بالسين في حاء أس 12 اللي طلعتها من الجدول، وثلاثة سين في حاء أس 15 طلعتها من الجدول. هذه القيم كلها هجمعها مع بعض تطلع عندي قيمة هيها، وظل عندي من الطرف الثاني اللي هو 200,000 زائد هدول، طبعا عندي سين وثلاثة سين، بقدر أجمعهم مع بعض حيطلع عندي هذا المقدار. تمام، إذا سي بدي سين لحالها، هذه حجيبها على الطرف الثاني، حيظل عندي إيش اللي هو الحد المطلق اللي هام بيساوي اللي هو المقدار هذا المضروب في السين. كيف بدي سين لحالها؟ حقسم عليه، حتطلع عندي السين هذا المقدار. طبعا هذه العمليات عملناها كثير، وخاصة في المحاضرات كثير ركزنا عليها وكنا نحلها في كل الأسئلة بالتفصيل. إذا هاد طلعت معي سين، طب مين اللي هي سين هذا؟ أنا فرضت مين؟ سين اللي هي القيمة الإسمية للدين الأول. طب القيمة الإسمية للدين الثاني قديش؟ 3 سين. أنا حضره بـ3 في قيمة سين اللي طلعت معي، هيطلع مين؟ اللي هو قيمة الكمبيالة الثانية. إذا الكمبيالة الأولى أي مقدارها اللي هي كام؟ 477,840 دينار، والقيمة الإسمية للثانية اللي حتساوي قديش؟ اللي هو قديش حتطلع معايا؟ 1,433,520 دينار. تمام؟ سوري، هيطلع عندي 1,433,520 دينار. تمام، هيك بنكون احنا طلعنا قيمة اللي هو الكمبيالة الأولى اللي هي 477,840، والكمبيالة الثانية اللي هي 1,433,520 دينار. تمام، نشوف مثال آخر عشان نتعرض لأغلب الموضوعات أو المسائل ممكن تيجي بهذا الموضوع. بيقول لي اشترى تاجر ملابس جاهزة بمبلغ كام؟ 300,000 دينار، وتعهد بسداد قيمتها على النحو التالي: 80,000 دينار بعد 4 سنين، 50,000 دينار بعد 5 سنين، والرصيد الباقي بعد 7 سنوات. أوجد قيمة هذا الرصيد إذا كان معدل الفائدة المركبة يساوي إيش؟ 7%. إذا هنا واضح إنه هذا التاجر اشترى ملابس جاهزة بالمبلغ هذا، أعطاني التوتال تبعها. تمام، بدي سد هذا المبلغ على ايش؟ على عدة اللي هو اقساط، اللي هو عندي هان 80,000 بعد 4 سنين، و50,000 بعد 5 سنين، والرصيد الباقي بعد 7 سنين. هذه عبارة عن قيم شو؟ اذا هذه قدام قال لي 80,000 دينار تستحق سداد بعد 4 سنوات، اذا هذه صافي تعتبر قيمة اسمية، وهي قيمة اسمية. تمام، اذا على طول بدام هو بدي سدد دين بمجموعة ديون حالية، إذا معناته إنه إيش؟ بستخدم القانون العام. صح الديون القديمة أعطاني إياها إيش؟ مجمعة في رقم واحد، عادي ما مشكلة، المهم إنه أنا كم دين جديد بدي أسدد؟ أكثر من دين جديد وليست في دين واحد. إذا حيكون عندي القيمة الحالية للديون القديمة اللي هي قبل التسوية تساوي القيمة الحالية للديون الجديدة بعد التسوية. القديمة قديش؟ اللي هي 300,000 دينار، بتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة، أعطاني كل واحد يعني حتى أعطاني إيش؟ ما أعطانيش تواريخ، أعطاني السنوات إيش؟ خالصة، صافي، أسهل. إذا هان 80,000 دينار قديش بعدها كم سنة؟ حاء 4، 50,000 دينار في حاء أس 5 اللي هو عندي إيش؟ اللي هو قال لي الرصيد الباقي، يعني الباقي القيمة الإسمية تبعته مجهولة، سين في حاء أس 7.
بده قيمة سين، إذا كان معدل الفائدة المركبة استخدمها إيش 7%، يعني حروح أكشف الجداول المالية وين 7% وأشوف قديش حاقص 4 وحاقص 5 وحاقص 7. معي جداول مالية بدي أروح على إيش اللي هي الحال اللي بدي أروح أحسبها بالآلة الحاسبة، 1 على 1 زائد ع الكل أس نون. لو أعطاني معدل الخصم بكل بساطة بروح إيش بحط صاد وبستخدم الآلة الحاسبة، بروحش على اللي هي ح. تمام. طيب إذا بكل بساطة بروح بإيش بطلع القيم بضربهم مع بعض، حيصفي عندي إيش هنا السين لحالها هيها بالمعامل تبعها بدي إياه، حنقل هذا على الطرف الثاني وأقسم على معامل سين، هتطلع معايا سين هي كام 326,486.02 دينار، يعني الرصيد الباقي هو هذا المقدار وهو المطلوب. طبعا هذا السؤال سهل جدا ومباشر جدا. نشوف المثال الأخير، بيقول لي في 1/1/2000 كانت شركة لصناعة الزجاج والمرايا مدينة بالمبالغ الآتية لأحد البنوك. في شركة كانت مدينة بعدة مبالغ في 1/1/2000، إيش هي المبالغ؟ بيقول لي هان 100,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2007، 150,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2012، وبعدين 200,000 دينار تستحق السداد في 31/12/2016. أرادت هذه الشركة سداد جميع ديونها بدين واحد قيمته الإسمية تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. إذا بدها تسدد كل ديونها بدين واحد، القيمة الإسمية لهذا الدين تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. أوجد تاريخ الاستحقاق المتوسط باستخدام الطريقة التقريبية العامة. إذا هنا هو حدد لي الطريقة اللي بدي أشتغل فيها، قال لي بدي تاريخ الاستحقاق المتوسط باستخدام الطريقة التقريبية العامة. إذا مدام هنا نص عليها صراحة، إذا هروح أستخدم اللي هو قانون مدة الاستحقاق المتوسط التقريبي. لكن لو ما حكاها مش هحل على هذا السؤال، هروح على اللي هو كيفية سداد مجموعة من الديون أو تسوية مجموعة من الديون بدين واحد جديد قيمته الإسمية تساوي مجموع القيم الإسمية للديون القديمة، وطبعا قانونه إحنا أخذناه ومعروف بعوض فيه مباشرة. هنا مدة الاستحقاق المتوسط التقريبي بيقول لي مجموع حاصل ضرب القيمة الإسمية لكل دين من الديون في مدته على مجموع القيم الإسمية للديون القديمة. طيب عادي جدا أروح إذا بحط هنا بفرض إنها نون هي مدة الاستحقاق المتوسط التقريبي. تمام. طيب هروح أجيب كل قيمة إسمية للدين القديم في مدته. الأولاني قديش 100,000 دينار، قديش المدة تبعته؟ هان أنا بدي أقارن ما بين مين؟ الألفين والألفين وسبعة. هنا 1/1/2007 وهنا 1/1/2002. من ألفين لألفين وسبعة كم سنة؟ أنا عندي 7 سنوات زائد اللي هو عندي إيش المبلغ الثاني 150,000 دينار تستحق السداد في 1/1/2012. إذن عندي هان من 2012 لـ2000 هيها 12 سنة، وهان 1/1/1/1 راح تكون عندي 12 بالضبط، زائد المبلغ الأخير هو 200,000 دينار تستحق السداد في 31/12/2016. هان عندي 1/1/2000 لـ1/1/2016 هاي قديش عندي؟ حيكون 16 سنة. وفي عندي سنة 2016 مش 1/1 أخذها كلياتها 31/12، إذا ما ننساش أضيف السنة هاي، إذا حيصير عندي 17 سنة على مجموع القيم الإسمية الدين القديمة. حجمعهم كلهم مع بعض اللي هم هايهم عندي 100,000 زائد 150,000 زائد 200,000 دينار على الآلة الحاسبة، هتطلع معايا الناتج مباشرة 13.1111 هنا السنة. طيب هو بده تاريخ زي ما حكينا، تاريخ يعني بده يوم شهر سنة، هنا طلع عندي السنوات صافي 13. تمام. طيب إذا هان أنا عندي بدي أشوف الأولاني 1/1/2000. تمام. طيب هان عندي 13 سنة، حيصير عندي من 2000 ل 13 سنة حيصير عندي 2013. إذا هين حددت السنوات، ضايل عندي مين؟ ضايل عندي الأيام والشهور. لقيت هاي الكسر هذا لو ضربته 360 حيعطي إنه هذا جزء من السنة، يعني أقل من سنة، بدي أحولها لأيام حضرته 360 لأنها سنة تجارية، هيطلع عندي كام؟ 40 يوم. طب تقريبا طبعا 40 يوم.
الأربعين يوم قديش فيهن شهور؟ فيهن شهر واحد. قديش فيهن أيام؟ فيهن 10 أيام. طيب مدام شهر واحد، أنا عندي واحد مع شهر، واحد وواحد اثنين، الأيام عندي هنا واحد وكمان عليهم 10 أيام، حيصير كام؟ 11. إذا تاريخ الاستحقاق المتوسط للدين الجديد هو 11/2/2013، وهو المطلوب. طبعا أنا عارفة يمكن المحاضرة هاي طويلة شوية، ولكن إنه ما ينفعش نجزئها لأنها عبارة عن اللي هي أمثلة خاصة بموضوع تسوية الديون طويلة في الأجل. وطبعا في حتى كتير أسئلة متنوعة على هذا الموضوع، يا ريت تحاولوا في البيت تدربوا عليها في التمارين عامة، وبالذات اللي هي الأسئلة عندي 7 و8 و9 و10 و11، هدول تقويم ختامي أو بالضبط يعني هو كتقويم ذاتي لإلك على أساس إنك تتدرب عليهم. وفي عندك واجب بيتي اللي هو سؤالين، اللي هو سؤال 12 وسؤال 13 من تمارين عامة على الباب الثاني. هذا واجب بيتي حنزل لكم إياه إن شاء الله على منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة. أي استفسار أي سؤال ممكن تبعثوا لي إياه في خانة البريد أو في خانة اللي هو المناقشات على منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.